حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات دكتور محمد بن عبد العزيز الصالح. أهلا بك دكتور معنا على نشرة التاسعة. يعني ربما أكثر موضوعين تم تداولهم بعد ظهور هذا القرار هو مجانية التعليم في المملكة العربية السعودية وأيضا مكافآت الطلاب الشهرية في الجامعات. هل ستستمر دكتور؟ أولا مساء الخير أخي عبد العزيز، ومساء الخير للأخوة المشاهدين. رحب بالإمبسي. وأولا طرح يعني أعتقد مو بس هالنقطتين، اليوم أنا أشوف وسائل التواصل ما شاء الله تعج بكثير من الشائعات اللي يعني أنا أستغرب طرحها يعني بدون أن يعني يتم التثبت منها. منها مثل ما تفضل سواء ما يتعلق بمكافآت الطلاب أو مجانية التعليم. بالنسبة لمكافآت الطلاب يعني أؤكد لك تماما بأن النظام الجديد للجامعات وكذلك النظام السابق لمجلس التعليم العالي لم يتم التطرق لا من بعيد ولا من قريب إلى مكافأة الطلاب. مكافأة الطلاب ظهرت بموجب قرارات مستقلة عن النظام. لكن يعني قد يتساءل البعض يعني هل ستشهد تعديل مع هذا النظام؟ يعني إلى الآن لم يصدر شيء ولم نتطرق إلى هذا الجانب. لكن ربما ستشهد تعديل دكتور. يعني والله شوف يعني خلينا أقول لك كثير من السياسات وكثير من الأمور اليوم إحنا نتكلم عن رؤية 2030 ورؤية 2030 تختلف بكل تأكيد عن الخطط الخمسية. اليوم عندما نتحدث عن مكافأة الطلاب أو حتى عن مثلا بدلات أعضاء التدريس كثير من الأمور لابد أنها أن تربط ويتم التأكد من أنها في مكانها السليم. لا يعني هذا أنها سوف تتعرض لنقص بأي حال من الأحوال. يعني لما نتحدث عن مكافأة الطلاب فرض يعني أقرت في فترة معينة لم يكن هناك تدقيق كبير على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل. اليوم هل يفترض أن تستمر هذه المكافآت لجميع التخصصات؟ لم يتم التطرق. لا أعني من ذلك بكل يعني أنا ودي بس خلاص لا أعني من ذلك أنها محل دراسة أو أن إحنا بصدد دراسة، ولكن اليوم نتحدث عن تخصصات كثيرة، نتحدث عن احتياجات معينة للسوق، نتحدث عن توسع أيضا في هذه التخصصات. هل من الأنسب أنها تضاف أو تقر المكافأة لتلك التخصصات التي هناك أكثر احتياج منها بمعنى أكثر من ما هو يصرف للتخصصات الأقل؟ دكتور كيف يتم اختيار الجامعة التي سيطبق فيها النظام الجديد وعلى أي أساس يعتمد هذا الاختيار؟ الدكتور أو اختبار أظن ولا لا الاختبار يعني خلينا أقول لك بالنسبة لاختيار الجامعات الثلاث طبعا مع صدور نظام الجامعات الجديد كان المرسوم الملكي اللي صدر يعني الأداة صدور النظام حدد ثلاث جامعات لكي يطبق عليها النظام في المرحلة الأولى. ومثل ما ذكر أخوي عبد العزيز في بداية يعني تقديمه لهذا الموضوع يعني أمانة مجلس شؤون الجامعات مع مجموعة من الخبراء من الجامعات قاموا بوضع 23 معيار وأربعة انبثق منها 74 مؤشر غطت النطاقات الأكاديمية والإدارية والمالية وعممت على الجامعات. وبعد ذلك طلب من الجامعات أن ترفع تقاريرها لكي ننظر من هي الجامعات الأكثر استعدادا. رفعت تقاريرها. شكرا لك دكتور. وصلت الصورة. اعذرنا ربما الوقت كان ضيق. شكرا جزيلا لك الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح على كل هذه المعلومات.